جبيل المدينة الأقدم في العالم لا زالت حتى اليوم تتعرض قلعتها للغزو خلع وسرقت حوالي 30 قطعة أثرية من المتحف والسارق وفار. أصابع الاتهام كثيرة والمسؤولية تقع على الأجهزة الأمنية ووزارتي الثقافة والداخلية، لكن بلدية جبيل تحاول جاهدة اليوم الحفاظ على أمن المنطقة وأخذ التدابير اللازمة. نحن بالليل في عنا حرس موجودين بالبلد، شغلتهم مخصومين قسمين، هن في منهم بيعملوا دوريات بالسيارة بيبرموا على كل الإحياء كل الليل، وفي أشخاص تانيين حراس ثابتين بيبقوا موزعين على الإحياء أو على المراكز التجارية الكبيرة بالمدينة. بس بكل الأحوال يعني ما فينا نقول إنه البلدية قدراني هي طلقت أمن أو حراسة المدينة كاملة بالليل، خاصة بهالأيام بعد هالأعداد الكبيرة اللي عم بتكون موجودة بالبلد. لذلك مطلوب مساعدة، مطلوب مساعدة من مين ما بعرف. يعني نحن صرنا إلينا عدة مرات، إن كان من الدرك إن كان من الجهات الأمنية كلها. الخسارة معنوية لكن الأسف شديد على المسروقات والوضع الأمني في لبنان، فهل تتبدل مشاعر أهالي جبيل والسواح تجاه المنطقة؟ كثير على جبيل وبحبوا يطلعوا منها، بحبوا يسكنوا فيها، لأنه عندنا تعايش هون رهيب بالمنطقة. فيها الكنائس والجوامع جنب بعض وكل الناس بحب بعض وعيش المشترك معروف يعني من آلاف السنين. يا تراث يا شيء هيك قديم، لبنان كلها صارت too modern. But I love it. I always like to come back whenever I'm here. حسيته مميز هو البساطة والأصالة والأشياء القديمة اللي كلنا بنفتقدها بنرجع نتذكرها. ناس كتير مهضومين إنه هيك طعمونا ببلاش عم يدوقونا. The place is beautiful. The old history of the building, it's beautiful, it's stunning. It's majestical and the water is so close. It's very nice here. We'll bring all our friends and show. We're not afraid in Lebanon. Like a paradise. بين الإهمال وغض النظر تبقى المواقع الأثرية عرضة للسرقة، يحاسب من يدخلها في النهار لكن في الليل الأبواب مشرعة لمن يرغب اقتناء قطع أثرية، فهل من يسمع؟